طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، أهالي قرية في حجة يودعون 15 من أقاربهم قتلتهم ميليشيا الحوثي. من صحيفة الأيام، بعد انتظار 25 عاما معلمو عدن يتسلمون عقود أراضيهم. من أخبارنا المنوعة، إيران تفشل في تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء. أهلا بكم. قرية صغيرة في محافظة حجة ودعت 15 من ساكنيها من الأطفال والنساء، وذلك إثر هجوم ميليشيا الحوثي على القرية قبل أيام. وعنون موقع الصحوانت: حجة تشيع شهداء مجزرة شليلة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي. وقال الموقع: شيع أهالي قرية شليلة جثامين ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية حرض بمحافظة حجة. أهالي الشهداء اعتبروا الجريمة التي راح ضحيتها 15 مدنيا بينهم 4 أطفال و4 نساء إحداهن حامل، اعتبروها جريمة بشعة بحق الإنسانية ويجب محاسبة مرتكبيها. وتستهدف الميليشيا منازل المواطنين وممتلكاتهم في القرى المحررة بمديريتي حيران وحرب بمختلف القذائف الصاروخية بشكل مستمر وسط صمت حقوقي محلي ودولي. خطف مسلحو جماعة الحوثيين عددا من المدنيين بعد أن اقتحموا قرية العامر بمديرية حبي شمالية محافظة إب، حسب ما قال سكان محليون. وعنون موقع المصدر أونلاين: إب، الحوثيون يختطفون مدنيين بعد اقتحام منازلهم ويحثون المدارس على الاحتفاء بيوم الشهيد. وذكر سكان للمصدر أونلاين أن عشرات المسلحين الحوثيين اقتحموا القرية وأطلقوا نيران أسلحتهم على منازل المواطنين وخطف المدنيين بعد اقتحام المنازل ونهب ما تحويه من أموال وأثاث. وفي سياق آخر، وجه مكتب التربية بمحافظة إب المدارس الحكومية بإحياء مناسبة الحوثيين يوم الشهيد والتهيئة للمناسبة بفعاليات طلابية. وحث مكتب التربية بتنظيم دورات لطلاب المدارس حول مسألة تعظيم القتال وتنفيذ زيارات ميدانية لمقابر قتل الجماعة وإبراز صورهم وتعظيم قدسية اليوم. الربيع العربي مستمر. تحت هذا العنوان كتب علي أنوزيلا مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا: حلت قبل يومين الذكرى 8 لاندلاع ثورة الياسمين في تونس التي أطلقت شرارة ما سيعرف إعلاميا بالربيع العربي. 8 سنوات مرت خلالها مياه كثيرة ودماء كثيرة أيضا تحت الجسر وفوقه. أسباب اندلاع الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي ما زالت قائمة في أكثر من بلد عربي، تتمثل في وجود أنظمة استبدادية وانتشار للفساد وغياب للعدالة واستمرار للظلم بكل أشكاله وقمع للحريات وامتهان للكرامة. طوال السنوات 7 العجاف الماضية والتي هيمنت فيها الثورات المضادة، طغت الأنظمة الاستبدادية وارتفع منسوب قمعها، وحل القمع الوحشي محل الحوار، ونجح إرهاب الدولة بكل أشكاله في القضاء على أنواع الحريات. ويبقى أحد أهم المؤشرات على أن الربيع العربي ما زال حياً هو فشل الثورات المضادة التي منيت بأكبر هزيمة في معقلها في السعودية والإمارات بعد تورط نظامي هاتين الدولتين في مستنقع الحرب اليمنية وهزيمتها في سوريا، وما ألحقته جريمة اغتيال خاشقجي من ضرر بالغ بصورة السعودية ولي عهدها الشاب الذي سيظل دم الصحفي المغدور يلاحقه حتى القبر. أما مصر التي أريد لها أن تكون أكبر مختبر لإجهاض كل حلم في التحرر والتغيير، فإنها تعيش اليوم على وقع احتقان شعبي كبير عندما ينفجر سيأتي على الأخضر واليابس. من كل القمع والقتل والحروب والهزائم، فإن أشياء كثيرا كسرت فيما يتعلق بعلاقات الشعوب بأنظمتها، وأهم من كسر حاجز الخوف الذي حكمت به الأنظمة عقودا وتفرضه اليوم بقوة النار والحديد والترهيب، لكنه خوف يعشعش حتى داخل الأنظمة نفسها التي تحكم به، وهو ما يجعل أكثر الأنظمة العربية وهذا ما يجعل أكثر الأنظمة العربية التي تبدو اليوم قوية هشة من الداخل. ومظاهر قوتها ما هي سوى ردود أفعال ناتجة عن الخوف الكبير الذي يسكنها. معظم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة تذهب إلى ميليشيا الحوثي، تتصرف بها كما تريد
ولمن تريد، وفي الغالب ترسلها إلى الأسواق لبيعها والحصول على المال. وعنوان موقع الحرف 28: الأمم المتحدة، سلمنا غذاء لتسعة ونصف مليون يمني خلال شهر. وأكد برنامج الأغذية العالمي إنه سلم أغذية وقسائم غذائية لأكثر من 9.5 مليون شخص في اليمن في ديسمبر الماضي، وهو عدد يقل قليلا عن المستهدف وهم 10 ملايين شهريا. وذكر إيرفيف فيروسيل المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة في إفادة صحفية بجنيف: نأمل في الوصول إلى 10 ملايين، سلمنا عددا أقل من هذا بقليل، لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع في بعض المناطق ولم يكن الوضع الأمني جيدا. وأوضح أن البرنامج تمكن في يناير كانون الثاني من توصيل الغذاء إلى منطقتين متضررتين بشدة في مدينة الحديدة وهما تحيت والدريهمي للمرة الأولى منذ يوليو تموز بفضل خفض التصعيد. واتهم برنامج الغذاء العالمي جماعة الحوثي بسرقة المواد الغذائية، وقال في بيان أواخر ديسمبر إنهم يسرقون الطعام من أفواه الجائعين، ولدينا أدلة على استيلاء الحوثيين على شاحنات الإغاثة وتلاعبهم بقوائم المتلقين لمعونات الإغاثة. المعلمون في مختلف أنحاء اليمن يعيشون أوضاعا صعبة دفعت بأحدهم إلى الانتحار بصنعاء، لكن هناك نقطة ضوء في عدن. فبعد عقود من الانتظار، وفقا لصحيفة الأيام، نجحت جهود المعلمين القديمة. وعنونت الصحيفة: بعد 25 عاما من التوقف، الجمعية السكنية للتربويين تستلم عقود أرضيات لموظفي تربية عدن. وفقا لصحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن، يعد مشروع الجمعية السكنية للتربويين بعدن من أبرز المشاريع التي تعرض تنفيذها للإعاقة لأكثر من سبب منذ تأسيسها في عام 1993. ويقول العديد من التربويين كان للهيئة الإدارية للجمعية ورئيسها المرحوم عبد الواحد عباد حلما كبيرا يراودهم في البدء ببناء وحدة سكنية مزودة بكل الخدمات، غير أن الظروف حالت دون ذلك، وأكاد يكون المشروع وهما لا سيما بعد انسحاب بعض المعلمين وتوقف الآخرين عن التسديد. حتى بدأ مؤخرا بعض التربويين والنقابيين بتحريك ركود الجمعية والعمل على إنعاش نشاطها وإعادة ترتيب هيئتها وصولا إلى توزيع العقود الأصلية للمستفيدين وتسوية الأرض واستخراج عقود للبقية وبدل فاقد لكل تالف أو ضائع منها. يقول رئيس جمعية التعاونيات السكنية أحمد سلامة أن هناك جهودا تبذل من النقابيين وأعضاء الجمعية لاستعادة حقهم والمتمثل بالحصول على قطعة أرض لبناء سكني شخصي أو لتحسين المستوى المعيشي. الكل يحارب الجميع بكل شراسة على أرضنا المهدورة لتحقيق أهدافه وتنفيذ رغبات ممولة على حساب مصلحة الشعب ومستقبل بلدنا المنكوب بغباء أبنائه ودنأة نخبه وأحقاد سلطته. هذه فقرة من مقال كتبه محمد سعيد الشرعبي ونشره موقع رأي اليمن، وقال الكاتب: الاستخفاف بالعدو أيا كان حماقة لا يقترفها سوى قائد جاهل، وقلة الحذر تجلب الهزائم، وإدمان إشعال الصراعات يورد المهالك، وعدم الإخلاص في منازلة التحديات يضاعف الخسائر. ما أسلفت ذكره ينطبق على طبيعة التعاطي الرسمي والحزبي والشعبي مع الإمامة منذ بداية نكبة الانقلاب، مرورا بالحرب وصولا إلى عتبات مرحلة السلام المزعوم. استخفت السلطة والأحزاب والجماعات بخطورة وباء الإمامة القادم من كهوف صعدة، وتآمر بعضهم بغباء مع الشيطان، وعبدت أخطاء البقية طرقات وصولهم إلى صنعاء، وبعدها الانقلاب على الدولة، ولم يكن ذلك سوى البداية. اشتركت قيادات سياسية وعسكرية وأمنية وأطراف داخلية وخارجية بإشعال الحرب، واستغلتها مختلف الأطراف لتصفية حساباتهم مع خصومهم والتجارب المآسي والدماء دون اكتراث بمآلات جرم مواقفهم وسوء أفعالهم. وقع الأذكياء والأغبياء في وحل حماقاتهم، وما زال بعضهم في غيهم القديم ويعملون بإذكاء جحيم الصراعات البينية وإقصاء المخلصين ورفع مكانة الانتهازين غير المؤمنين بقضية الشعب بمستوى إيمانهم بمصالحهم الخاصة. بعد 4 أعوام من الحرب، أصبحت لكل طرف تحت راية الشرعية قوة عسكرية أو ميليشاوية منفصلة، وهذا الواقع المختل
يزيد ضعفهم ويقوي خصمهم، ورغم إقرارهم بخطورة استمرار شتاتهم لم يبادر أي طرف لتوحيد الصفوف. أثبتت الأحداث عدم حرصهم على إنهاء صراعاتهم والتوجه للحسم، كون استمرار الحرب تخدمهم ماليا ولو كانت فوائدهم ضئيلة مقارنة بفوائد الأطراف الدولية المستفيدة من صفقات السلاح وميزانية الإغاثة الإنسانية. طالت الحرب وبين الحين والآخر ترتفع رايات السلام، وكافة جولات التفاوض مصيرها الفشل، لأنها في نظر هذا الطرف استراحة محارب، والطرف الآخر يستغلها لتحسين صورته خارجيا، فيما الأطراف الدولية لها حساباتها المالية والسياسية والعسكرية. الأمم المتحدة تصل إلى منطقتين في اليمن لأول مرة منذ 6 أشهر، عنوان لصحيفة لا ليبرتي السويسرية، حيث سمحت الهدنة الشاملة في اليمن للأمم المتحدة بتقديم المساعدات للمرة الأولى منذ يوليو الماضي في منطقتي التحيتة والدريهمي، لكن توسيع المساعدات من 7 إلى 12 مليون شخص في البلاد يواجه تأخيرات. المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي قال للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء إن المساعدات في المنطقتين التي كان يصعب الوصول إليها بسبب أعمال العنف في الحديدة يمكن تقديم أو تقدم الآن بفضل تهدئة الفترة الأخيرة، لكن الوضع لا يزال غير مستقر. في المجموع تم توزيع ما يقرب من 3400 طن متري في المنطقتين من عدن والحديدة، فيما تلقت أكثر من 8000 أسرة تغذية تكفي لمدة شهرين في التحيتة، وحصل أكثر من 2600 طفل على حصص في الدريهمي جنوب الحديدة. وعلى الرغم من هذه التطورات فإن المشاكل المتفرقة حالت دون وصول البرنامج إلى 10 ملايين شخص في ديسمبر، فقد تم إعاقة وصول الشاحنات. وقال المتحدث إن الوضع الأمني ليس بالقدر الذي كنا نتوقعه، لسنا بعيدين عن الهدف ولا يوجد شيء كارثي، ومع ذلك لا يمكن للمتحدث التنبؤ بموعد وصول برنامج الأغذية العالمي إلى ما يصل إلى 12 مليون شخص محتاج. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت الحوثيون دخلنا في نفق مظلم بعد ستوكهولم، حيث أقرت الجماعة الحوثية في اليمن كما ذكرت الصحيفة بأن موافقتها على اتفاق ستوكهولم أدخلها في نفق مظلم وأفقدها كثيرا من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي. وكتب حسن زيد وهو قيادي حوثي ووزير في حكومة الانقلاب بصنعاء على فيسبوك: ما بعد مشاورات السويد ليس كما قبلها، والمشاورات التي تمت برعاية أممية امتصت الحملة الإعلامية والحقوقية التي كانت تتبناها الجماعة في وسائل الاتصال العالمي وكذلك في الهيئات والمنظمات الرسمية والأممية والجماهيرية. واعترف حسن زيد أنه عوضا عن ذلك بات التركيز حاليا على عراقيل تنفيذ الاتفاق وتفاصيل الاتفاق وكيفية تنفيذه، معتبرا أن الشيطان على حد تعبيره الشيطان أدخل جماعته في نفق مظلم جراء الموافقة على اتفاق السويد. إحياء العصيان المدني، تحت هذا العنوان كتب أستاذ السياسة في جامعة بيرستون جان فيرنر مولر مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، مضيفا في جزء من المقال: مع صعود النزعة الشعبوية والأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، أصبح هناك جدل كبير حول المقاومة خاصة في الولايات المتحدة، وهو مصطلح عام جدا يمكن أن يشير إلى الكثير من الأشياء، بدءا من دعم مرشحي المعارضة إلى الأنشطة القاتلة التي مارسها أولئك الذين عاملوا تحت الأرض للتخريب ضد نظام الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. والجانب الغامض من هذا المصطلح مثير للاهتمام عندما يتعلق الأمر بجذب أكبر عدد ممكن من الناس، ولكنه قد يمنعك أيضا من التفكير بوضوح عندما يتعلق الأمر بإيجاد أفضل طريقة لتحقيق هدف ملموس كما هو واقع الحال الآن. هناك مصطلح أكثر دقة والذي نادرا ما يشار إليه في الوقت الحاضر: العصيان المدني. ومن الناحية النظرية يجب أن يكون هذا سلاحا فعالا ضد الشعبويين، لكنه يواجه من الناحية العملية تحديين هائلين. أولا، هناك سوء فهم واسع النطاق
لما يعنيه العصيان المدني في واقع الأمر. ثانياً، جعلت التغييرات في السياق الإعلامي من الصعب نقل رسالة العصيان المدني إلى جمهور واسع ومتنوع. في أوائل السبعينيات اقترح الفيلسوف الأمريكي جون راولز التعريف الكلاسيكي للعصيان المدني، وببساطة يمكن تعريف العصيان المدني بأنه أسلوب احتجاجي سلمي يلجأ إليه الناس لمواجهة السلطة المحلية أو الأجنبية في بلادهم بهدف تغيير القوانين التي يجمعون على أنها غير عادلة. وبالنسبة لراولز، ينبغي أن يكون الذين يقومون بمثل هذه الأفعال على استعداد لتحمل العواقب. واليوم حتى وإن كانت الاحتجاجات قانونية تماماً، فإنه غالباً ما يتم اعتبارها غير مدنية أو مسببة للانقسام بالنسبة لمجتمع مستقطب بالفعل. بذور القطن والبطاطا على سطح القمر، هذا ليس خيالاً علمياً بل حقيقة نجحت فيها الصين، حيث نقل موقع شبكة البي بي سي عن مسؤول برنامج الفضاء الصيني قوله إن بذور قطن حملها مسبار تشانغ اي 4 إلى الجانب المعتم البعيد من القمر، نبتت في التراب القمري وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وأضاف المسؤولون أن هذا الإنجاز قد يساعد في تأسيس أول مستوطنة بشرية في القمر. مسبار تشانغ 4 كان يحمل عند هبوطه على الجانب المعتم من القمر في الثالث من الشهر الجاري كميات من مواد البحوث العلمية، منها حاوية أطلق عليها الدائرة البيئية المصغرة لسطح القمر. وأعلن الأستاذ ليو هان لونغ المسؤول عن التجربة أن بذور القطن كانت أول البذور التي تنبت، ولكن فريقه لا يمكنه تحديد موعد حدوث ذلك بشكل دقيق. وقال ليو إنه بالإضافة إلى القطن فإن بذور البطاطا واللفت تنمو هي الأخرى بشكل جيد. الأستاذ شي يانغ شين كبير مصممي المشروع قال إن 6 أحياء اختيرت لإرسالها إلى القمر هي القطن والبطاطا واللفت والخمير وذباب الفاكهة والجرجير. وأضاف أخذنا بعين الاعتبار إمكانية العيش في الفضاء في المستقبل وتعلم كيفية نمو هذه الأحياء في بيئة تتميز بضعف الجاذبية، سيسمح لنا بوضع حجر الأساس لتشييد قواعد فضائية في المستقبل. ومن الأخبار المنوعة الأكثر مطالعة ما جاء في موقع RT عربي والذي عنوان إيران تفشل في تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء. وقال الموقع أطلقت إيران قمرا صناعيا صوب الفضاء في خطوة من شأنها أن تثير انتقاد الولايات المتحدة، لكن العملية لم تتكلل بالنجاح. ونقل تلفزيون الإيراني الرسمي عن وزير الاتصالات في البلاد محمد جواد أزاري جهرومي قوله إن عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي بأيام إلى المدار. وفقا لصحيفة الأسوشيتد بريس، فإن الوزير الإيراني عزى الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق. وفي وقت سابق من يناير كانون الثاني الجاري قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو إن خطط إيران لإرسال أقمار صناعية صوب المدار تشكل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتمنع قرارات مجلس الأمن إيران من القيام بأي أنشطة ذات صلة بالصواريخ البالستية القادرة على نقل رؤوس الحرب النووية من ناحيتها. تقول إيران إن محاولات إطلاق أقمار صناعية صوب المدار لا تشكل أي انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الصواريخ البالستية. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تلغراف، وفيها صور متنوعة وآسرة. إلى الصور.
ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.